كمان في خبر آخر وغريب جدا، خلاف بين زوجين في غانا وصل للمحكمة فقرر الطلاق، لكن حدثت مشكلة أن قصرهم اللي يسكنوه بناه الزوج بأمواله على أرض زوجته، فرفضت دفع ثمن البناء للزوج ورفضت بيع المنزل لتقاسم المبلغ، فما كان من الزوج إلا أن هدم المنزل بالكامل. يعني واو. صراحة أنا أشوف أنه يعني قرار جريء جدا. شوف البيت، يعني ما هو أي بيت، أي بيت كبير، البيت كبير ومصروف عليه مبلغ وقدره. يعني طب أنت يعني أنت كصاحب الملك ده، يعني احنا عارفين الأرض حقت الزوجة، طب البيت حقك ما كان في حل تاني غير انك تهد وتضيع الفلوس كده؟ يعني قديش هو حاقد عليها، يعني كارهها. انقهر يا ريم، انقهر، حس باستغلال. شوف الشخص يعني اعتقد وخصوصا الرجال، يعني الرجل اذا انقهر ممكن يسوي، يعني ينطبق عليه المثل اللي علي وعلى اعدائي، نعم، انه ما يهمني، اهم شيء انت ما تتهنين فيه، او اهم شيء انت ما تنبسط فيه، حلالي فلوسي طبعا. يعني هي بعد ظالمه، يعني كيف ما تدفعين؟ خلاص انتهى طلاق، انتهت علاقتكم، اقل شيء حتى لو ما قدرتي انك تدفعين دفعه واحده قصدي. يعني تصرفي، حرام. يعني انا الصراحه تحسفت على البيت، بس انا معاه، يعني انا معاه، مو انه بطريقه يعني انه هدم البيت، بس معاه انه يعني هو مقهور، مظلوم، اكيد يعني في شيء احنا ما نعرفه في القصه او في كواليس القصه انها قهرتها. يعني بس احنا هذه القصص شفناها كثير، يعني كم من زوجه شاركت زوجها في بيت في بناء بيت العمر وفرشه وكذا، في الاخير لما يحصل خلاف وتتطلق وما كانوا كاتبين اي شيء او مقسمين اي شيء او حافظين حقوق الاخر، بتطلع الزوجه من المولد بالحمص وهو بيحظى بالبيت بالفرش باللي فيه ويجيب زوجه جديده. هذه قصص كثير سمعناها وشفناها يا ماهر. يا ساتر، المفروض هي تهدم البيت. ليل مشاعرها يا حبيبتي، رحمتها. شايفه؟ يعني الصراحه اي، بس اقول لك شيء، يعني في نهايه المطاف يعني انا دائما اقول خلوا ختامها مسك. حلو ان الواحد حتى ينفصل انفصال راقي، مو شرط احبك وتحبني، مو بس شرط لا تاكل حقوقي، مو شرط، مو يعني شرط. في حق هنا اذا لك شيء عندي بتاخذه، وانا اذا لي شيء عندك باخذه، انتهى. يعني واللي على قولتهم المسامح كريم، يعني الواحد كمان يسامح حق العشره وحق الاطفال وحق، فيعني بس ارجع اقول يعني قهر الصراحه. يعني انا ما يعني عجزت احدد موقفي الصراحه، بس انه يعني مقهوره عليه، بس في نفس الوقت حلو ان الواحد كمان يتغاضى عن اشياء يشتري راحه باله في النهايه طبعا.